نقوم بجمع الزكاة من أقاربنا لتوزيعها على الفقراء من نفس العائلة، ويقوم الفقير بتوكيلنا لاستلامها عنه ثم تقسيطها عليه، فهل تكفي وكالة واحدة لكل الأعوام، أم لا بد من تجديدها كل عام؟ والله يا أخواني، أنا أشوف كثير من الشباب يحرصون على جمع الزكوات وزكاة الفطر، وهذه مسؤولية. الإنسان بعافية ما يحمل نفسه هذه المسؤولية وقد لا يقوم بها أو يعجز عنها، هذه أمانة. لكن إذا حمل إياها وعنده استعداد يقبل، أما أنه يعرض نفسه على الناس يقول عطون زكواتكم عطون كذا، هذا غير مناسب. الإنسان في عافية ولا يتحمل الأمانات كما يفعله كثير من الشباب الآن. وقد بلغنا أنهم يجمعون صدقات الفطر ولا يستطيعون توزيعها، وتبقى عندهم بعد رمضان. هذه مصيبة، وقلت لكم إن هذه مسؤولية، والإنسان بشر يعجز عن أن يقوم بهذه الصدقات الكثيرة، لا سيما إذا كانت محددة الوقت مثل صدقة الفطر، محددة الوقت وهم يجمعونها ويكدسونها ولا يستطيعون توزيعها في يوم العيد، تكون في ذمتهم، تحملون الإثم. فالإنسان ما يعرض نفسه للمسؤولية وقد عافاه الله، لكن إذا طلب منه ذلك وعنده استعداد يقضي حاجة أخيه لا بأس بذلك. نعم، هذا الذي أوصي به إخواني. أما جمع التبرعات الأمر سهل، تجمع التبرعات، أما الأمور العبادة والأمور الواجبة والمؤقتة في وقت محدد، هذه يا أخي لا تقربها إلا إذا كان عندك استعداد في أن تنفذها في وقتها وتوصلها إلى مستحقيها. نعم.